تأتي المياه على رأس احتياجات المواطنين، ومع الأزمات المتلاحقة التي تشهدها خدمات المياه في مدينة عدن، كان لابد من وجود مشروع استراتيجي كبير يضمن استدامة هذه الخدمة. مشروع الآبار الارتوازية الاستبدالية المتكاملة في حقل بئر ناصر شمالي مدينة عدن، والذي يعمل بالطاقة الشمسية الهجينة الأكبر على مستوى اليمن، قد يكون هو المشروع الاستراتيجي المنشود. هذا أول مشروع استراتيجي يعتبر يقوم به منظمة مؤسسة التواصل للتنمية، والذي قامت بحفر 10 آبار وإمداد المحطة بطاقة شمسية بقدرة 610 واط، وكذا مضخات ومحركات واستبدال شبكة هوائية للحقل. المشروع يغطي نسبة لا بأس بها من احتياجات مواطني محافظة عدن وضواحي محافظة لحج المجاورة من خدمات المياه، خاصة في ظل توفير راهن ومستقبلي للطاقة المشغلة للآبار. طبعا إنتاجية كل مضخة 20 لتر بكل ثانية، يعني ما يقارب 17280 متر مكعب في اليوم، وهذه إنتاجية تعتبر يعني تغطي بما نسبته 30 إلى 35% من العجز المائي لمدينة عدن، خلينا نقول، ومن إنتاجية حقل بئر ناصر. التخطيط المسبق وفق دراسات علمية، بالإضافة إلى الحرص على الاستدامة واستمرارية الخدمة مستقبلا، أبرز ما ميز هذا المشروع. تم إعداد المرحلة الثانية بإعداد المواصفات من قبل المهندسين الفنيين لمحافظة عدن، والآن تم إرسالها تقريبا إلى مؤسسة التواصل التنمية الإنسانية للبحث عن تمويل والموافقة عليها، وإن شاء الله تتم هذه المرحلة الثانية ويكون في هناك استمرارية لتمويل المياه لمحافظة عدن واستدامة للمياه. الاستدامة كل ما حافظت على الإنتاج المتواصل خلال 24 ساعة، لأن الحقل ينتج حوالي 2200 متر مكعب بالساعة، كان من نصيب منظمة التواصل 700 متر مكعب بالساعة في الإنتاج، هذا مما يرفع الإنتاج والتوصيل الخدمة لأكثر عدد من المواطنين. الافتقار إلى مشاريع خدمية استراتيجية بعيدة المدى ومستدامة هو ما يحتاجه المواطنون في ظل غياب تلك المشاريع نتيجة ظروف الحرب التي عصفت بالبلاد منذ نحو 8 سنوات. في ظل المشاريع الإسعافية التي تفتقر للاستدامة والاستمرار، يمثل هذا المشروع مشروعا استراتيجيا خدميا كبيرا يخفف من معاناة المواطنين في محافظتي عدن ولحج. بديع سلطان، اليمن اليوم، من حقل بئر ناصر في أطراف محافظة لحج.